Ya Rasul Allah, salamun alaik. Ya Rafi al-shani wa darajat fatayaji qatal alami. Ya Muhayn al-jum نحن من قوم به سكنوا وبه من حرفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا فتي رب العالمين يا أهيل الجود والكرم ولنا المعلى وخائف منا فاعلم ان هذا وكن وكن ولنا الخير الام امره وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم وإلى سبطين فسبا ما فيه من دخل كم إمام بعده خلف من فسادكم بذا عرفوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتي جئرة العالمين يا أهيل الجود والكرم وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمان
مثل زين العابدين علي وبني البقير خير غني إمام الرسل يا سنتي أنت باب الله ففي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله يدي وسفين للنجاة إذا خفت من فامجوا فيها لا تكون كذا واتقم بالله واستعني يا إمام الرشد يا سنتي أنت باب ففي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله بيدي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى وأمنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك.